انا معايا دلوقتي مراسل قناه ميسات من المنصوره عزيز داوود، وبعض اللقاءات اثناء القاء نظره الوداع على جثمان الحبر الجليل مثلث الرحمات انبا داوود. مساء الخير يا عزيز. مساء الخير زميلي ايهاب. الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عينيا قد ابصرت خلاصك. من داخل كنيسه العذراء مريم ورئيس الملائكه ميخائيل مقر مطرانيه المنصوره، لقاء نظره الوداع على نيافه الانبا داوود اسقف المطرانيه. والان بعض اللقاءات مع اباء الكهنه بعد ان اقيمت التسبيحه المباركه على جثمان نيافه الانبا داوود. نلتقي الان مع بعض الاباء الكهنه المطرانيه وناخد منهم كلمه وداع لسيدنا، وهيكون معانا دلوقتي ابونا صرافيم وديع وكيل المطرانيه. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. الحقيقه يوم حزين جدا على شعب ابراشيت المنصوره وتابعها، لكنه يوم مفرح للفردوس بانطلاق هذه النفس الطاهرة اللي عشرناها ما يقرب من 20 سنة، تمتعنا بوجودها في وسطينا. نيافة الأنبا داوود المتنيح مجموعة من الصفات الحسنة، مجموعة من الفضائل تمتعنا بيها وتمتع بيها جميع الشعب. من الفضائل الرائعة اللي في حياة سيدنا اللي كان يوماً عن يوماً يزيدها هي فضيلة العطاء، عطاء كل شيء، العطاء بمفهومه الواسع. وكان من أجمل ما يقدم هو عطاء الوقت. كان بدي وقت كبير جداً جداً للناس، وقت المشاكل، لدرجة إن هو قليلاً ما كان يستريح، وكان في أيام ساعات بيطويها صاحب الأكثر من 24 ساعة. عشان كده فضيلة العطاء تشبه بها بمعلمه ربنا يسوع المسيح. عطاء مادي فعلا، على باب مطرنية المنصورة مكتوب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كل واحد عنده حمل تقيل كان بيجي لسيدنا بيخفف عليه، زي ما بيقولوا كده: يكفيني أن أرى وجهك يا إرساني. كفاية نحن ننظر وجهه الرائع، ابتسامته اللي مشبعة اللي مغذية، ابتسامته اللي بتضمد كثير من الجراحات. عطاء كبير جدا جدا فعلا، كان نبع للعطاء. أبونا صرافيم ربنا يعزيكم ويعزي الشعب الأرثوذكسي جميعا. والآن عودة مرة أخرى لاستوديو ميسات في القاهرة من داخل كنيسة العذراء مريم، عودة مرة أخرى لميسات.